بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور حكيم ياسين، المدير الطبي لمستشفى جامعة الشارقة، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك باسمي وباسم جميع العاملين في مستشفى الجامعة، ندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير وبركة وحفظ للجميع. شهر رمضان المبارك يصادف الأسبوع الأخير من شهر أبريل، وهو الأسبوع العالمي للتحصين، وأهميته طبعا هو تذكير الناس وتوعيتهم بأهمية التحصين واللقاحات عند الأطفال والكبار، بما يتضمن لقاحات ضد أمراض هامة مثل الكزاز وشلل الأطفال والسعال الديكي والحمى الشوكية وغيرها، التي بفضل الله تعالى بأداء التطعيمات أدى إلى إنقاص هام في عدد الوفيات وعدد الأمراض الناتجة والاختلاطات والمضاعفات الناتجة عن هذه الأمراض.